شوف يا ابني، انت بقالك سنين غايب عننا، لا عارفين طريقك ولا عارفين انت بتعمل ايه. يمكن تكون غلطت وعملت حاجات تغضب ربنا، انما ربنا سبحانه وتعالى بابه مفتوح للتوبه. الحاجه الوحيده اللي لا يمكن ربنا يغفرها انك تنساه وتروح تتجوز واحده ما تعرفهوش ولا مؤمنه بيه. يا ماما فهميني، انا ما غيرتش ديني. زيان حره تختار الدين اللي هي عايزاه وتعبد اللي هي عايزه تعبده، طالما كل واحد فينا ما بيعتديش على حريه الاخر. الدين مش اختياري يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى مش فكره مطروحه للنقاش. كل بني ادم في الدنيا بيتولد بدينه. قدر انك اتجوزتها وخلفت منها عيال، هيعبدوا ايه؟ هيصلوا لمين؟ ماما كل الاديان متفق على الخطوط الرئيسيه، يعني المضمون واحد، احنا بنختلف بس في الشكل. الدين ما فيهوش اجبار ولا عنف، ربنا نازل الاديان دي للدنيا علشان الناس تعيش احسن. كل الاديان حرمت القتل والسرقه والكذب واكل الحقوق بين الناس وبعضيها. هو ده الدين يا ماما. يعني انت عاجبك اللي عمله معتز ده؟ هو ده الدين اللي انتوا بتدافعوا عنه ده؟ يا ريتني مت ولا سمعتك بتقول الكلام ده. انت تمشي دلوقتي من قدامي حالا ومش عايزه اشوف وشك هنا تاني. اخرج بره، انسى ان ليك ام ولا اهل ولا بلد. غور في 60 داهيه، قلبي وربي غضبانين عليك ليوم الدين.